الأهلي يحسم المدرب الأجنبي بعد إطلع بره، وزي ما أكدنا لحضراتكم ده ممكن يكون مطروح بقوة. الفريق في اسكندرية استعدادا لبطل جنوب السودان معروف، تدريبات خاصة لربيعة وصالح جمعة. في الحقيقة ربيعة خلال الفترة اللي فاتت أحد نجوم النادي الأهلي، ويا رب يا رب بإذن الله ربنا يبعد عنه الإصابات. لعيب مهم قوي في خط دفاع الفريق، وإن شاء الله يكون إضافة قوية خلال المباريات اللي جاية بعيد عن الإصابات إن شاء الله، لأن رامي خامة طبعا مش محتاجين إن احنا نتكلم عليها، لعيب مميز جدا من هو صغير يعني. لعيب كبير قوي، تدريبات خاصة ليه وصالح جمعة طبعا لعيب لا يقل أهمية صالح جمعة، ومهم جدا بالنسبة لخطط النادي الأهلي المستقبلية بكل تأكيد.